نعم، اليوم طبعا أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية هي الأكبر قوة والأوسع جغرافيا. طبعا هاي الحملة راح تبدأ من منطقة الشدادي في الريف الجنوبي بالحسكة نعم حتى مدينة البوكمال اللي هي جنوبي شرقي دير الزور. طبعا هاي الحملة كلها تكون موازية مع الحدود العراقية، وطبعا المعركة في تنسيق بيننا كقوات سوريا الديمقراطية وبين القوات العراقية، طبعا مسندة بقوة من التحالف الدفاع الجوي ساند هذه القوات الموجودة على الطرفين. من المعروف يعني سيد زيدان، هل تسمعني؟ سيد زيدان، هل تسمعني؟ السيد زيدان العاصي، الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية، كنت معي من الشمال السوري، أعتذر منك لقطع الاتصال. شكرا جزيلا لك.